للشعب الأردني رسالته واضحة أن هذه قضيتنا، نحن معنيين في انتصار المقاومة، نحن معنيين في انتصار أهلنا في غزة، نحن معنيين في إقامة دولة فلسطين، ونحن على قناعة تامة كردن طال الزمن أو قصر أن هذه الدولة زائلة وأن هذا التاريخ يقول، التاريخ لا يكذب مهما حاول الاحتلال أن يثبت، مهما حاول أن الاحتلال أن يؤلف أو يكذب أو أن يخترع قصص له أحق فيها، أن هذا الحق، أن هذه الأرض ستعود إلى أصحابها، ستعود فلسطينية، ستعود عربية، ستعود إسلامية طال الزمن أو قصر. هاي المصيرة فدا فلسطين وكنا فدا فلسطين. الله ينصر أهل غزة أول شيء، وإحنا مع المقاومة كتف بكتف، كل شعبنا مع المقاومة.